يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت عصر هذا اليوم إلى المقبرة وكانت هناك جنازة من أهل أحد البلدان المجاورة، ثم لما فرغوا من دفن الميت قام رجل بالدعاء للميت ثم قام الحاضرون بالتأمين، فهل هذا جائز في الشرع؟ هذا خلاف السنة، الدعاء للميت بعد دفن مشروع، ولكن لا بصوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون، بل كل واحد يدعو للميت، يقف ويدعو للميت. قال صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن أحد الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فكل واحد يدعو لأخيه ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، لا يكونون جماعة أو يرتبطون بواحد يدعو وهم يؤمنون، هذا خلاف السنة. نعم.